في مجلس الخليفة هارون الرشيد. كان مرة في مجلسه وحدث أحد الحاضرين بحديث صحيح متفقين عليه، حديث احتج آدم وموسى المعروف. فقال رجل من الحاضرين: كيف هذا؟ كم بين آدم وبين موسى؟ كيف احتج؟ فوثب به هارون الرشيد الخليفة وقال له: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ وتعارضه بكيف؟ علق الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف على هذه القصة، قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وأن ينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذه الطريق التي سلكها هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف، على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقى بالقبول يعني الخبر كما يجب أن يتلقى جميع ما جاء وجميع ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تضرب لها ماذا كيف، هذا من ضرب الأمثال، واضح؟ سلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون. ومعلوم أن ما من خير إلا ودل الأمة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ما من خير إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دل الأمة إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، لكن بعضهم يعي ذلك وبعضهم لا يعيه.